دراسة الطب دراسة ممتعة جدا، والهدف منها هدف سامي ونبيل، فمساعدة الناس شيء لا يقدر بثمن. فهذا واحد من الأسباب الرئيسية اللي بتخلي أي طالب يفكر بدراسة الطب. غير أنه دراسة الطب إلها شروط صعبة للتقديم للجامعات، فالإنسان أو الطالب لما يدخل كلية الطب بيكون زملائه من مستوى معين من الجد والالتزام الدراسي، فكمان خلطة الأصحاب أو خلطة الزملاء في الدراسة بيكونوا على مستوى عالي من التحصيل العلمي، وهذا بحد ذاته كمان سبب مبرر آخر لدراسة صعبة مثل الطب. رجعت لدولة الإمارات وكملت عملي لعدة سنوات، ثم ثابرت وحبيت أني أنا أتخصص أكثر في أمراض الغدة الدرقية، وهذا اللي كمان دفعني أني أسافر إلى أمريكا وأتابع دراستي في أمراض الغدة الدرقية. وما بين سفري إلى بريطانيا وسفري إلى أمريكا كمان حبيتني أنا يكون عندي تخصص دقيق في مرض السكري. مرض السكري مرض شائع، وكان لازم أني أنا أدخل المجال العلمي وأدرسه بدقة وبتفصيل. الحمد لله حصلت على جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي بعد حصولي على درجة الزمالة في الطب الباطني من المملكة المتحدة، وعودلت بشهادة الدكتوراه في الطب الباطني، فطبعا هذا شيء جميل وأفتخر به. كما تم تكريمي من عدة مؤسسات وهيئات صحية على ما قدمته من التدريب والتعليم لزملائي في العمل، وتعليم طلاب الطب في عدة جامعات داخل الدولة وخارجها. من التحديات التي تراها الطبيبة في الموازنة ما بين الأسرة والعمل، كذلك أشجع زميلاتي الطبيبات في المشاركة في عدة مبادرات اجتماعية تفرض وجود الطبيبة من خلال مشاركتها في عدة فعاليات مجتمعية. فأذكر منها أني شاركت في المسيرة التراثية النسائية في بداية العام 2019، وكان هدفها المشي من مدينة أبوظبي إلى مدينة العين بشكل متواصل مع التخييم في الصحراء، وكان الهدف سامي ونبيل أن احنا تذكير المشتركات وتذكير العالم بالتراث السابق الذي كانت المرأة الإماراتية تمشي من مدينة إلى أخرى لهدف توصيل الماء، لهدف الاستقرار مثلا في الشتاء أو في الصيف. بمناسبة يوم الصحة العالمي أذكر أن عندما كنت طالبة في كلية الطب كان هناك شعار يدرس الصحة للجميع في سنة 2000 Health for All in 2000، والآن نحن في 2019، وهل حققنا هذا الشعار Health for All للجميع أو الصحة للجميع؟ الحقيقة أنا يعني فخورة بالتطور العلمي الذي وصلنا له في يومنا هذا، ولكن ربما ما حققناه في العلاج يفوق بكثير ما تحقق في الوقاية. فالرأي أو الأفضل هو أن الوقاية خير من العلاج، هذه مقولة ستستمر على مدى العصر.